أقيم الملتقى المهني الثالث لخبيرات التجميل بالوطن العربي بحضور نخبة من الفنانين والفنانات وخبراء التجميل، وطبعا فريق زي كونكت بالعربي كان هناك. بحضور شخصيات مؤثرة في مجال التجميل وأسراره، أقامت منال حسن رئيسة الاتحاد العالمي الأكاديمي الملتقى المهني الثالث لخبراء التجميل في الوطن العربي. وحضر إخصائي التجميل بطلته المميزة فيفو، وأعطى دروساً ونصائح في المكياج للحاضرين. كما حضرت الفنانة البحرينية أمل محمد للملتقى، وببشاشة ضحكته حضر الفنان الإماراتي عبدالله بالخير كضيف شرف، تجول في القاعة بخفة دمه المعتادة. كما أقيمت ورشات لأخر صيحات الموضة في مجال المكياج وإطلالة العروس المبهرة بالمكياج الناعم. وفي نفس الورشة أعطت خبيرات التجميل نصائح لرسمة العيون والألوان لعام 2020. كما حضرت الملتقى الفنانة السورية نسرين طافش كضيفة شرف، وخلال الملتقى كرم المشاركين وعددا من الحاضرين.